اوه نعيم حبيبي يا عباس. سوري حبيبي تاخرت عليك. يعني شو يا معلم يعني كيفك؟ كيفك انت؟ تمام. شو صاير عم بتطول كثير غيبتك يا زلمه؟ والله يا نعيم مشغول. ما بنعمل الاعداد مثل ما قلنا بالعاده. ما فاضي حك كراسي حبيبي. والله وابدا ولا ما معي ولا تكه. يعطيك العافيه مشتاق لك كثير. بس هدول شو بدي فيهم خبرياتك؟ عاطفيا شو صار معك شيء جديد؟ لك ما هذا هو عاطفيا. لك شو غرام؟ يلا خبرني تشوف. لك مغرومه فيي وحده لي 3 اسابيع. ايه. يا بي ملزق علي تلزيق مدبقه تدبيق هيك هيك ما عم زيح عني. انت بتعرفني انا ما بعطي وجهي كثير. ايه ايه. عم اقول لك فرد تدبيقه. بس هدول بيعلقوا عليك على المدى الطويل. انتبه لك يا نعيم تلميذك انا شو بك؟ ما انا بلعبها صح كمان. خبرنا ايه تفاصيل اكثر. شو كل دقيقه بدق لي. الله وكيلك كل دقيقه ونص بيرن التليفون. هلا انا عم بحكي معك. يمكن هلا هلا لحظه بيرق. هلا بتشوف. بعرف هذا الوضع بعرفه يعني. سهرنا سهره امبارح انا وياها ضلينا ل 12 ونص. اوكي شو بدك؟ امشي معي وما امشي معي وكذا. لك يا بنت الحلال تركيني بقى. ما في ما انا عندي 100 قصه براسي مع هالقد بلزي. دخيلك تعا ودخيلك تعا ومدري شو كذا. المهم ما رحت. بس طولت على فكره ما دقت. هلا بدك طوروا شوي انت كمان. اعطيها بعد شيء نص دقيقه. المهم اول امبارح تغدينا غدا. ما بدي شيء دخيلك. تغدينا غدا اول امبارح. بعد الغدا نعيم دغري. اوكي مشي طيب نروح كذا. قلت لها لوين؟ قلت لك نروح انا وياك لشي. قلت لها اعوذ بالله انا ما بحب هول التلزيق. ما هي دول بدك تنتبه لهم اكثر شيء. ولا يمكن سهره قبل منا بيوم ما عم بدي. ما بدي هلا بيكون هلا بدا طول بالك. بدي اعدل لك اياهم صار مارق دقيقتين. خليني خسر حكك. ايه اللي هلا. المهم اول امبارح ولعناها للتنتين بالليل. حلو. وكمان شدت فيي ولزقت علي وما كنت روح. برافو برافو. مثل ما عم لك ما دقيت خي ما دقيت لحظه. في شيء غريب لانه طول بالك لشوف شكله ما في ارسال. بلا في عم يروح ويجي. ايه هون خفيف شوي بيروح ويجي اوقات. بس لك لحظه انا بدق لها وهلا بتشوف اذا هي منها دقه. ها هلا سبيكر. حط سبيكر مش على السبيكر رح سمعك بدينتك. يلا هات. هلا بتشوف يا حيه. انا ما بحبهم هول اللي بلزقوا. اوكي ولا يمكن. ها سمع هات نشوف. سمع ابو النعم سمع شو ميتة. سمع شو طاق يعني هيك غاطسة فيي. انبسطت لك كثير. سمع ها سمع. راحت سلاطة. الو ايه هاي حياتي. انت دقيتي لي شيء وما كان في ارسال معلق. معقول تكوني دقيتي له معلق؟ لا ما دقيت لك حياتي. من وين لوين حياتي؟ ما دقيت لك حبيبي. لو بدي اياك كنت بس لك كم مرة سألتك كم مرة ترد لي وما ردت عليك. طيب خلص ما بس شو القصه شو هيدا؟ بتموت علي حلاوه. والله ايه هيدا عم تغنجني غنج. هلا هيدا كله تغنيج. ايه قد ما بدك هلا بعد شوي بدي ترجع. بحبها يا نعيم.